بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. يا رب إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، ونسمع عنكم سمع خير، ويا رب إن شاء الله مصر كلها تكون بخير، ونتمنى إن شاء الله ربنا يصلح الحال والأمور تتظبط شوية. زي ما اتكلمنا هنكمل مع بعض مشوار الموضوع بتاع تركيب العلاف، وإيه أفضل شيء بالنسبة لتركيب العلاف سواء كان حلاب أو تسمين. زي ما قلنا إن أي كائن حي، أي كائن حي سواء إنسان حيوان طائر أي كائن حي بيحتاج حاجات ليه متطلبات لجسمه، لازم إنك أنت توفرها له. لو هو خدها بالزيادة تعمل له مشاكل، لو خدها بالأقل تعمل له مشاكل، لو خدها بالزيادة سواء كان بروتين أو طاقة أزيد بتعمل له أمراض زي تسمم الحمل في الأغنام، زي مرض اللي هو بتاع اللي هو التسمم المعوي. نسبة البروتين لما بتزيد في الأغنام ممكن تعمل لك حاجة تسمم معوي، تشتغل اللي هي السالمونيلا بالفرنجز اللي هي البكتيريا الهوائية، ولما يبقى بروتين عالي بتبقى تعمل حاجة اسمها الكوتين بودز وتعمل حموضة في الدم وتموت الحيوانات. فلازم يكون في توازن، لازم يكون في توازن في العلاجة، لا تزود ولا تنقص. فزي ما قلنا احنا الحكاية الحي محتاج ايه؟ محتاج بروتين ومحتاج طاقة واملاح معدنية وفيتامينات والمية والهواء، دي عناصر الحياة عموما، اسمها عناصر الحياة، طاقة بروتين مية املاح معدنية فيتامينات. في حاجات مش موجودة لا في العلف ولا في التربة، فبنضطر نعملها اللي هي اسمها اضافات العلاف، لازم نحط احنا من بره، نضيف احنا من بره عشان خاطر ان احنا نغطي النقص في الحاجة دي. فأي حيوان في الدنيا زي ما قلنا محتاج بروتين محتاج طاقة. مصادر الطاقة زي ما قلنا احنا الذرة الصفراء، تمام. الذرة الصفراء زي ما قلنا نسبة الطاقة فيها البروتين فيها 7-9%، لأن هي مصدر طاقة. الألياف 2.5%، طبعا طاقة 82.6%، ونسبة دهن 8%. دي طبعا أهم مصدر من مصادر الطاقة اللي احنا بنعتمد عليه في تركيب العلف، وطبعا زي ما قلنا بتمثل من 50-70% من تركيبة العلف. في كسب بذرة فول الصويا سواء كان للمشية أو حتى للدواجن، البروتين الطاقة فيه بتبقى 71% برضو بالنسبة لكزبة فول الصويا. نسبة البروتين فيه 48%، وفيه طاقة برضو 71%. يعني الكزبة الفول الصويا ده بصراحة ماليش حل، يعني أحسن منتج بالنسبة. طبعا عشان كده سعرها رفع بسبب كمية الضغط عليها أو إنها مطلوبة في الفترة اللي جاية. طبعا بتمثل حوالي 20% من العلياقة، يعني احنا زي ما قلنا قبل كده لو حطينا 500 دورة في الطن يبقى بنحط حوالي 150 كيلو بكوز ببذرة فول صويا. تالت حاجة نخالة الجمح. النخالة طبعا زي ما قلنا ملهاش حل، نسبة بروتين برضو من 11-15%، وفيها الياف وفيها طاقة 51%. يبقى النخالة والذرة مصدر للطاقة، كوز ببذرة فول الصويا مصدر بروتين وطاقة برضو في نفس الوقت، كوز بالعباد فيه بروتين 40%، عباد الشمس طبعا برضو ممتاز. لما يكون حد عنده كزبة عباد شمس ممتاز، بيبقى فيه نسبة فيه برضو ألياف 26%. كزبة بذرة القطن من أرخص مصدر البروتين، من مصدر بروتين برضو رخيص بالنسبة للمصادر التانية، ومع ذلك نسبة بروتين فيه 40% والطاقة 88%، بيديني طاقة وبيديني بروتين. طبعا بنحط طبعا في ماده اسمها الجوسي بول، ماده سامه طبعا في كزب بذره القطن، عشان كده احنا ما بنكترش منه او ما بنوكلش العمر اقل من 6 شهور ما ياكلش من ما يحطلوش كزب بذره القطن طبعا، عشان الماده ديت بتاثر على العمر الصغير. هو طبعا العيب الوحيد اللي في كزب بذره القطن اللي هي ماده الجوسي بول ديت، وان هو ما فيش كاروتين وكالسيوم ناقص فيها، لكن غالي في الفوسفور جدا، وفي نسبه الياف 14%، بروتين 40%، دهن 1.5%، الطاقة 68%. بعد كده في حاجة تاني اسمها الكزب البنجر. كزب البنجر ده ممتاز جدا بصراحة، في نسبة بروتين عالية، نسبة طاقة عالية 66%. كزب البنجر نسبة الطاقة فيه 66%، وفي بروتين 8% طبعا، ده بيجي من صراحة البنجر ومصدر طاقة كويس. يبقى انا عندي كزب البنجر وعندي النخالة وعندي الذرة،
بدون مصادر طاقة، عند كثب بذرة القطن وكثب الكتان والعباد، دول يعتبر مصادر بروتين. طبعا الجلوتين، انتوا عارفين الجلوتين ده اللي بيجي من برضه نتيج الذره الصفراء، بيطلع منها بعد ما نستخلص الزيت والنشا، بيبقى فيه بيطلع منتج كده بصوره رطبه اللي هو اسمه الجلوتين. ده نسبه بروتين فيه 60% وطاقه 83، شغال يعني حاجه حلوه ان شاء الله، وبيحل محل المصادر الطاقه يعني. في برضه مصدر تاني اللي هو الجلوتوفيد. حد عارف الجلوتوفيد يعني ايه؟ اللي هي يعتبر الجلوتوفيد ده الذره، الجلوتوفيد الذره ده منتج ثانوي من استخلاص النشا والجلوكوز، بيطلع حاجه في الاخر كده اسمها جلوتوفيد. ده بروتين 20%، نسبه بروتين قليله فيه بس فيه طاقه 80%، ده يعتبر مصدر طاقه على اساس ان هو برضه منتج من الذره. كثب السمسم ممتاز جدا، نسبه بروتين فيه 30% والياف 5% والدهن 5% وفي طاقة 85%، يعني كثب السمسم ده يعتبر من أهم العناصر اللي هي بتطلع من استخلاص طبعا الزيت من السمسم، وهو من الكثب الممتاز، استفادة عالية للحيوان، ذو محتوى عالي من البروتين والدهن والكالسيوم وفوسفور ومستساغ كمان، بس بيتحمص طبعا بعد عملية التحميص والضغط، ومتخلص من القشرة بتاعته بيبقى المنتج ده في صورة جافة، ويمكن استخدامه كمصدر بروتين يحل محل الصويا كمان في الأغنام والمشي. ممكن نحطه في العليجة بنسبة 10-20% يحل محل الصويا. كثب السمسم ده ثبت وجوده. كثب الكتان ده طبعا نسبة البروتين فيه 34%، ده برضو حلو جدا، مصدر غني بالبروتين، مستخدم برضو في العلاج، ما فيش اي تأثير سلبي ظاهر من كثب الكتان، وممتاز جدا في زيادة الدهن في اللحم واللبن، ويعالج خمول المبايض، ويعني حاجات بصراحة نسبة البروتين فيه 34% والياف 10%. كثب حبة البركة برضو مصدر بروتين ممتاز، البروتين 34% وطاقة 75، يعني حبة البركة. فول فات صويا بتاعته 85% اللي هو الفول فات صويا، ونسبة بروتين 37%. طبعا دي قلنا لكم احنا كل المصادر الطاقة والبروتين اللي بتخش في تركيب العلية بالنسبة للحيوان. طب انت هتلعب بقى في لما يكون عندك حيوانات حلاب او حيوانات تسمين، احنا بنلعب في نسبة البروتين. انا عندي العجل الرضيع بعد العجل اللي هو مثلا بعد الفطام بيحتاج نسبة بروتين عالية، عشان هو لسه بيبدأ يبني العظم بتاعه، بيبدأ يبني العظام بتاعته، فلازم بيحتاج نسبة بروتين 19 لحد 21% ده بعد الفطام. كل ما بروح كل ما الحيوان بيكبر في السن كل ما انا بقل نسبة البروتين، لكن في مرحلة البناء دي لازم أعلي نسبة البروتين، زي طبعا المفروض في حياتنا كده الطبيعية الأم بتدي الأب المنابل الكبيرة، لا المفروض العكس على فكرة، بس هي طبعا ممكن تمشي من البيت لو عملت كده. المفروض الطفل الرضيع الطفل الصغير اللي هو لسه صغير يعني 3-4 سنين كده، المفروض هو اللي ياخد أكبر مناب في البيت، لكن طبعا دي خلاص ثقافة محدش بيحسبها كده يعني. فالعجل بعد ما يتفطر بيحتاج 19 ل 21% بروتين. بعد كده انت هتدخل على مرحلة التسمين، بتحتاج من تبدأ ب 16-17% وتنهي ب 14% بروتين. حط مثلا الخلطة العامة واللي الناس كلها بتعملها والأساسية في التركيبة، لو انت تعمل تركيبة علف بيبقى 500 ذرة و 300 ردة و 100 صويا و 100 بذرة قطن، دي بتديك 16-17% بروتين اللي انت عايزها للعجل اللي هو وزنه 250 أو 300 كيلو وتبدأ به تسمين. عايز انت بقى تلعب في نسبة البروتين، هتقلل الصويا طبعا، وتقلل في نسبه في بذره القطن اللي هم المصادر البروتين، لكن الذره مش هتقدر تقلل فيها لان دي مصدر طاقه لازم يكون موجود فيها. انت بتلعب في الحته دي عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للحلاب، الحلاب بيحتاج 14-16% بروتين. في طبعا شركات كتير بتقول لك عالي الاضرار وواطي الاضرار ومتوسط الاضرار وادي له 24%، لو الحيوان ده جسمه متغذى كويس مش محتاج ال 24% بروتين، ممكن 14% 16% تمشي معاك كويس وتديك انتاج كويس، اهم
حاجة العلاقة تكون متزنة وفيها أملاح وخمائر وبريمكسات والإضافات مهمة جدا. يا رب أكون أفدتكم، وإن شاء الله هنكمل مع بعض بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية، موضوعات مهمة جدا أتمنى أن الكل يستفاد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.